بعد التأهل. نبدأ أولا بالمباراة الأولى التي لعبت أمس، مباراة الهلال. ماذا قالت جماهير الهلال بعد المباراة؟ والله بإذن الله إن شاء الله مستوى الهلال في تطور من مباراة لأخرى، ونطمح إن شاء الله في المزيد إن شاء الله، وحيكون إن شاء الله انطلاقة الهلال بتحقيق كأس ولي العهد بإذن الله. طيب فنيا اختلاف زلاتكو عن كومبري، إيش رأيك؟ والله أعتقد إنه زلاتكو عاد الشلهوب، والشلهوب لاعب كبير وهو لاعب الخبرة الموجود صانع اللعب في الفريق، فإعادته للتشكيلة الأساسية أمر مهم. مبروك الفوز. الله يبارك فيك إن شاء الله. كيف المستوى يطمن؟ إن شاء الله إن شاء الله مع المدرب الجديد، مع رجوع الشلهوب إن شاء الله أن الكاس إن شاء الله هلالي، وإن شاء الله راح ناخذه من أمام النصر إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. إن شاء الله تأخذ الكاس؟ إن شاء الله. مأمل كذا ولا؟ إن شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. كيف المستوى؟ والله مستوى اليوم متواضع صراحة، مستوى الهلال متواضع رغم النتيجة، لكن مستوى متواضع، يعني ما نتأمل من شيء أكبر من كذا، يعني راح تكون النهائي يعني أمام الرائد وأمام النصر، راح تكون مباراة أقوى من كذا ومباراة نهائي، يعني راح يكون نبي مستوى أكثر من كذا وأقوى من كذا. وش رأيك بالتكتيك؟ يختلف تكتيك زلاتكو عن كومباري؟ هو يختلف تقريبا، يعني التكتيك اليوم رجع نفس الهلال الأول، نفس الهلال الاول، يعني ما هو نفس النظام هذا، لكن للان يعني للان عندك الشلوب غايب كم فاقد حسيه الكوره، لكن ان شاء الله ان شاء الله. التغييرات كانت ناجحه؟ اي تقريبا ناجحه، راضين عن التغييرات، راضين عن التشكيله بشكل عام، يعني ممتازه جدا، ولكن يعني من زمان الهلال عن هالتشكيله ومن زمان. والله مستوى صراحه ما يمل ناخذ النهائي، وان شاء الله يتطورون العيال في لعبهم ناخذ الكاس. ردت فعل هادئة على غير المعتاد، نشوف جماهير النصر وش قالت بعد المباراة وبعد الفوز. فوز صعب؟ والله كانت مهمة صعبة، بس الحمد لله اللاعبين فيهم الثقة الكبيرة، والمدرب كريم ما قصر ما شاء الله تبارك الرحمن. الهلال تغلب على الفيصلي، النهائي صعب عليكم؟ لا بالعكس، قبل أيام فزنا عليهم ولا عندنا مشكلة إنه فزنا. وش ينقص النصر عشان ياخذ الكاس؟ ما ينقص أبد، ثقة موجودة، والمدرب عنده ثقة، واللعيبة ما شاء الله مكتملين، والكامل الله الحمد لله والشكر، ما ينقص إلا دعم الجمهور، بس احنا جايين من الرياض ندعم النصر هنا ضد الرائد، وإن شاء الله القصيم يجونا في الرياض. لكن جمهور النصر فوز والمستوى والروح، ومتعودين إن شاء الله جمهور النصر مباراة نهائية إن شاء الله قدامنا الأهل، وإن شاء الله ضمان 3-0 إن شاء الله، ونبيها مستوى، وأهم شيء الروح، أهم شيء روح النصر رجعت، هذا نبيه، وإن شاء الله الجمعة. الحمد لله والشكر لله، هذا قبل كل شيء. ثانيا نحن لابد نوجه تحية للجمهور اللي حضر، هذا أول شيء. ثاني شيء نوجه تحية أيضا للإدارة زين، وللمدرب كارينو، وللاعبين في ارض الملعب. الحمد لله الفوز اليوم هذا تتويج للمستويات السابقه اللي بداها كارينو مع اللاعبين، والمستوى اللي قدموه في ارض الملعب، والتكتيك اللي واضح من المدرب ممتاز. وفي عباره الان جديده طالعه بين النصراويين الجماهير المحبه، يقول لك اشرب كابتشينو مع نصر كارينو وخليك رايق. الف مبروك. الله يبارك فيك. كيف شفت فريقك اليوم؟ والله فريقي صراحه باعلى مستوى، اهدي الفوز هذا للجمهور اللي حضر، والطاقم الاداري والفني والمدرب والشباب، والف مبروك لكل نصراوي، وان شاء الله كاس. شكرا لزميلنا حمود الفهيدي ولزميلنا مهند الحميد اللي كان مع جمهور الهلال. ابو احمد، تبدو الثقه عند النصراويين اكثر، ما اعرف من خلال على الاقل ما شاهدنا قبل قليل، ولو انها مش مقياس، لكن هل المستوى اللي ظهر فيه النصر والهلال الفترة الأخيرة هي اللي ممكن تخلي الثقة تتغير عند الجماهير الفريقين؟ ونشرب كابتشينو مع نصر كارينو. حلوة هذه، الرضا نروح نشرب كابتشينو بس ما تصلح بالليل بعد. لا حلوة بس صراحة، مبدع المشجع هذا. لكن لا شوف، هو عندما يكون الفريق جيد، مو واحد يعني، ترى مو واحد ولا اثنين اللي يتكلمون، في إجماع كبير على شوف، في ارتياح للأداء، في ارتياح للنتائج. النصر جمهور النصر يتكلم بارتياح، يعني وفقا يعني لهذا يعني المستوى النصر حضور اكثر، ترى لو ترجع يوم ترانا احيانا حتى هو يفوز تشوف في جمهور يعني ما هو مجمع، يعني ممكن واحد يمدح واحد ينتقد. الان تشوف في جمع، ليش النصر اول يتطور، جاب لاعبين افضل في في في, في, في فتره الشتاء. طيب المدرب نفسه اعطى روح للفريق. والهلال
لا الهلال مختلف تماما الان، لانه تعرف انت انتقل من مدرب الى يعني مدرسه الى مدرسه، من فكر الى فكر. حتى وان كان زلاتكو موجود يعرف بيئه الهلال، لكن ترى تعليمات في الميدان انت احيانا ممكن من ثقل العمل والحرص على انك تؤدي اداء تكتيكي قوي، اللاعب يفقد اشياء مزايا في الملعب. يعني مثلا لما يعيد الشهوب بعد فتره غيبه طويله، لو غيره ما يعيد، هو غايب الفتره الطويله كلها. ليش؟ لانه عارف من الشهوب، نعم، وعارف من هو الفريق اللي يلعب معه. بالتالي هو ايضا اراد ان يهيئ الشهوب من خلال هذه المباراه للقادم. طبعا اقرب مباراه في الدوري اكيد مباراه، وبعدين في كاس ولي العهد. لذلك المدرب اشتغل على عده جهات. لاحظ مثلا جوستافو اول ما جاء مع كومباري وين يلعب؟ يترقل في اكثر ملعب. امس عنده مهام محدده في المحور. في فرق كبير. طيب لكن وش اللي اخل باداء الهلال؟ اللي اخل باداء الهلال في الاربع مباريات الاخيره هو لوبيز، اللي هو ويسلي لوبيز. مستوى هبط، اصبح يلعب غير منطقته. هل الاخبار اللي كانت تروج عنه قبل فتره الشتاء لها تاثير؟ هل مثلا ما يستمر رواتب؟ ما تدري. في نقطه ثانيه، اغلب النقاد والهلاليين ذهبوا الى الهلال، نسوا اللي قدامهم مين؟ الفيصلي السنه هذه بعد ما استقر الفريق مباريات معينه، اصبح الفريق متشبع بالفكر التدريب، بالفكر المدرب، حافظين ادوارهم بشكل جيد، دفاعه منظم، عنده حارس ممتاز. لذلك الفريق الثاني يتعب، مبارياته على ارضه الاخيره مع النصر، مع الاهلي، مع الاتحاد، ترى كلها ايجابيه له، متعب. حتى لو يخسر بصعوبه مثل ما خسر امام الهلال. طيب لذلك لا تنسى الفريق المقابل عموما. يعني الهلال اوكي، مش المستوى، ليس المستوى اللي مبهر، ليس التكتيك الانضباطي، ليس الهجمات القويه، لكنه على الاقل تحس انه في رغبه في العوده بشكل مقنن في 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 الاداء بشكل عام. طيب ولكن المدرب لانه جديد على شغله معينه في الميدان، لابد انه ياخذ وقته. طيب عموما ابو عبد العزيز، من حق الان جماهير النصر ان تكون اكثر تفاؤلا وفقا لمستوى الفريقين، ولا بدري على التفاؤل لانه باقي قدامنا اسبوعين وممكن المدرب الجديد في الهلال يغير في الفريق؟ تتوقع ممكن هالمعادله ترجع من جديد؟ ابو تركي، لو سالتني قبل السنه هذه بين اي نتيجه بين الهلال والنصر، انا ابصم لك انها كانت هلاليه، وكنت متاكد وكلنا كنا متاكدين انه النتيجه تكون للهلال. لكن السنه هذه الحقيقه لو سالتني برضو عن نتيجه اللقاء هقول لك هي يعني للعكس يعني. وانا ابصم لك انه النتيجه بالعكس يعني عكس السنوات الماضيه. يعني هذه السنه البطوله حتكون للنصر اذا لعب بنفس المستويات اللي لعبوا فيها المباريات الاخيره، مقارنة بالهلال إلا لعب مبارياته الأخيرة بمستوى متدني حقيقة ومتراجع جدا جدا جدا. وحتى وإن كنا نقول مثلا أبو أحمد يقول إنه اللاعب البرازيلي متراجع مستواه، ولكن أنا أقول الفريق كله متراجع مستواه. الفريق كله حقيقة بيقدم مستويات ضعيفة. حتى سلمان الفرج اللي كان أفضل لاعب يقدم كرة وصانع ألعاب من الطراز الأول متراجع مستواه. عبد العزيز الدوسري متراجع مستواه. حتى اللاعب البرازيلي الحقيقه للامانه اللي جايبينه المدافع، انا ماني شايف انه هذا مدافع يعني شايفه انه مدافع يلعب على السام، ما بيلعب على الكوره الصحيحه. يعني بقول الهلال ما هو الهلال للامانه، الهلال ما هو الهلال. طيب فانا اقول انه هذه النصر في وقت النصر تحسن مستواه بشكل كبير جدا، اذا لعب النصر بنفس المستوى فانا اقول لك من الان النتيجه نصراويه. طيب. ولكن هذا ليس يعني يقولون نصراوي انه انا الان بحاول اني انا اخدر الفريق ولا شيء، ولكن انا اتكلم على ناحيه فنيه ومستويات. طيب. النصر افضل بشكل كبير عن الهلال، والهلال حقيقه بيعاني كثير من الاهتزاز، تراجع في مستويات غالبيه اللاعبين. ما في لاعب انا بشوفه مميز في الهلال الان في الوقت اللي كان الهلال كلهم كانوا نجوم، الان ولا واحد تقدر تقول عليه لاعب. طيب. مو نجم بيعطي بالشكل الايجابي. انا اقول الهلال مختلف تماما، وبالتالي على المسؤولين ان يبحثوا عن العله وعن العله. وانا اقول في شيء في الفريق ما هو يعني ما هو طبيعي، ما هو الهلال هذا.
يمكن السنوات الماضية قلنا على الاتحاد والاتحاد استمر لأنه ما عالج مشكلتهم الخوف إنه الهلال يوصل لمرحلة الاتحاد، وإن كان الهلال يعني يملك أعضاء شرف يدعموه بالمادة، ولكن الوضع الحالي الفني للهلال ما هو الهلال. طيب عموما إذا كان الوضع غير جيد والآن واصل نهائي الكأس ووصيف الدوري أكيد الهلاليين يعني ما أعرف إيش ممكن يكون أكثر من كذا. لا لا أبو عبد العزيز عنده. أنا أقصد هذه يعني وجهة نظر الإدارة، أنا تقول لي ما الخير إحنا الآن وسمعناها بالتصريح يعني. يقيم بشكل صحيح في الوضع الراهن، لكن الظروف اللي محيطة بالفريق يعني مثلا لما تكلم عن سلمان فرج، سلمان فرج أصبح مشتت بين كان فكر كاديو ماتوران لا 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 كومبوريه ريكارد ريكارد ثم كومبوريه ثم الآن زلاتكو، وكل واحد لعب في جهة. الدوسري من فترة طويلة ما لعب مصاب يعني الشلهوب والدوسري أول مرة يلعبون ضد أمس ضد الفيصلي. لكن ما هذا ليش كله وسلي ليش وسلي أنا أتحدد وسلي من أول ما جاء كل مباراة يسجل وكل مباراة يضيع فرص، من مباراة الاتفاق إلى مباراة أمس ما له حضور في الملعب إلا كرة واحدة أعتقد ضد النصر اللي هي كرة تسمى دبل كيك العكسية. يعني فهو عند في مشكلة في روبيز، مش قضية مستوى هابط لأنه لا في مشكلة، وأول ما جاء هو يتذمر من التدريب، من أول ما جاء كان يقول التدريب أنا ما توقعت إنه هذا الاحتراف اللي في الدوري السعودي، والدوري السعودي اللي تكلم سمعت عنه وسمعت عنه المستوى ضعيفة والتدريب ضعيف. وين قالها؟ قالها في الصحف الرومانية ونقل عندنا في نقل في مختلف الصحف السعودية. طيب يعني أول أسبوع جاء وثاني أسبوع. فبشكل عام شوف بشكل عام أكيد مثل ما ذكر العزيز فيه، لكن أنا أختلف معه على المدافع البرازيلي، بالعكس أنا أعتقد إنه من الأشياء الإيجابية اللي عملتها الإدارة في طيب في الفترة الثانية. عموما خليني بقول